اليوم موضوعنا مش موضوع هو اليوم بدي اياكم تكملوا لي الفراغ الاتي بالجمله الاتيه: لما الدنيا بتزعلني شو بيرضيني؟ او مين بيرضيني؟ مين بيرضيكم انتم مستمعينا؟ او شو بيرضيكم لما الدنيا تزعلكم؟ على 0788-95-3-95-3 بستقبل اتصالاتكم واتساباتكم. يلا في عنا اول مشاركه من معاذ الطوباسي عم بحكي: انا اذا زعلان باكل واذا مبسوط باكل، يعني ما بيرضيني الا الاكل. اما في عنا سائد عم بحكي: زوجتي ربي يحفظها هي اللي بترضيني لما الدنيا تزعلني. بيسان مساء الهلو عليكي، عم تحكي: انا براضي حالي لا حالي. الله عليك يا زيد. زيد عم بحكي: بس ازعل مزاج بتراضيني. طبعا لانه مزاج بتعدل المزاج. زياده حتر من امريكا شيكا بيكا، يا مساء الهلو عليك، عم بحكي: اذا الدنيا بتزعلني الشوبينج بيرضيني. يلا نور عم تحكي: انا بس الدنيا تزعلني برضه لحالي. انا مثلك مبدئيا يا نورة، عادي يعني بزعل وبعد بعيط وبتضايق وبتدمر، بعدين بحبني وبدير بالي علي وبعتذر لحالي وبمشي بالموضوع. الله. محمود عم بحكي: انا اللي بيرضيني بس الدنيا تزعلني منى النبالي اغلى البشر. الله يخليكم لبعض يا ربي يا محمود. وكمان في عنا هنا مشاركه من ابو عماد. ابو عماد عم بحكي: لما الدنيا تزعلني بنتي حبيبه قلبي بترضيني. غايده ضحكتني، شكله هي عندها زي الاوتو كوركت او إشي هيك غلط بالكتابه، ما زبطت معها. بتحكي: لما الدنيا بتزعلني صوتك برازيلي. هي قصدها صوتي برضيها. حبيبتي يا غيدة يسعد قلبك. منقوشة عم تحكي: والله يا رندوشة ما حدا بيرضيني، بطق راسي بالحيط وبطلع درايف بسمع أغاني على العالي وبرضى وبرجع بنضب بالبيت. فكرك شو بتسمع منى على العالي يا جوجو؟ يلا محمد مساء الهلو عليك يا محمد، عم بحكي: إذا الدنيا بتزعلني أنا برضو بزعلها. ما عنده يما ارحميني يا محمد. يعني جمال يا مساء الهلو عليك وتحياتي لك، والله يديم يا ربي السعادة عليك ويبعد عنك الزعل. عم بحكي: للدنيا عمرها ما زعلتني، وإذا حصل زوجتي بتراضيني. الله خليكم لبعض يا ربي. أنا استحيت يعني. شكرا يا حمودة. حمودة عم بسمعنا من الصلت، تحياتي لك ولكل أهلنا بالصلت. عم بحكي: بس أكون زعلان وأسمع صوتك وضحكتك يا رند بكون طاير من الفرح. الله يحميك ويحفظك. شكرا يا حمودة، يخليك كمان ويخلي لك أحبابك. ونفس الشيء يعني يا همسة، صراحة استحيت. عم تحكي بصراحة وبدون مجاملة: لما أصحى من النوم ضايجة بس أسمع نجوم الظهر وضحكتك الحلوة بتعدل مزاجي. إن شاء الله دائما يكون مزاجك هيك حلو وعالي ويبعد عنك الضوجان والزعل يا همسة. شكرا من قلبي. كان يعني هنا مشاركة من نانسي عم تحكي: والله ما حدا بيرضيني، أنا براضي حالي وبسعد نفسي بنفسي. وكمان في عنا هنا أنس عثمان عم بيقول: والله يا رند ما حد بيرضيني لحالي بنسى همي. يلا بهاء عم بحكي: لما الدنيا بتزعلني ابتسامة أي حدا بتراضيني. أما ألاء عم بتقول: أنا من الدنيا بزعلني زوجي زيد حمدان وبيرضيني، الله لا يحرمني منه. الله يبعد عنكم الزعل يا ربي يا ألاء وزيد. يلا عن عادل الديراني مساء الهلو عليك وطول بالك يا عادل. عم بحكي: إذا الدنيا بتزعلني بزعل الكل، الله لا يوقع حدا بإيدك. يلا عن رزق عم بيقول: والله يا رند أنا ما حدا بيرضيني إلا حبيبة قلبي زوجتي الغالية، الله يخلي لك إياها يا ربي. وكمان في عنا هنا محمود عم بيقول: إذا منى بتزعل برضيها بكلمة بحبك ما أسهل إمراضاتها. منى شو الوضع؟ يعني بنضحك عليك بسرعة ولا شو الموضوع؟ سوسن مسكة مساء الهلو عليك يسعد كل أوقاتك. عم تحكي لي: لما تزعلني الدنيا بنام. في ناس بهربوا بالنوم باي ذا واي. يلا دولي من قطر عم تحكي: بس أزعل من الدنيا أو الدنيا تزعلني سندويشة شاورما بتراضيني. شفتوا شو سهل؟ عن جد سهل، بس لازم شوية توم زيادة لو سمحتي يعني يا دولي. جيانا يا جيانا مساء الهلو عليك وتحياتي لك، أول مرة بتشاركي معانا فأهلا وسهلا فيكي. عم تحكي: لما الدنيا بتزعلني براضي حالي بحالي، أول عن آخر راح أرضى. زمان كنت بس أزعل أوكي أنه أحرد عن الأكل أفوت على غرفتي، اكتشفت أنه عن جد بيروح علي أنا بس، هم عادي بياكلوا والحياة مستمرة، فبطلت أزعل على الأكل تحديدا، بطلت أزعل. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.